مستمرين معاكم كل مشاهدينا ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، عقب طبعا تعادل الفريق للنادي الاهلي مع فريق طنطا. معانا طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. طبعا كابتن سيد بنقول هارد لك النهارده، لكن عايزين ناكد الملعب قريب جدا، احنا سامعين الحكم وهو بيقول ضربه جزاء وفي حوار حصل حاجه صعبه جدا، عايزك تكلمني النهارده انت شفت ايه، واحنا كمان سامعين، احنا بناكد على ان احنا سامعين الكابتن محمود البنا قال كده. يعني طبعا الحمد لله على كل شيء، لكن اكيد في حاجات في البدايه قبل الكلام على ضربه الجزاء او مدى صحتها او اتشافت ولا لا، لكن في حاجات داخليه هنشتغل عليها وفي حاجات كتيره هنتكلم فيها بيننا وبين بعض، في حاجات وقفات لازم هنقف عندها، في حاجات مع الجهاز الفني طبعا كان حسام البدري هيتكلم فيها، في حاجات كتيره وهنشتغل عليها يعني في البدايه. عايز برضه اتكلم عن ضربه الجزاء، انت رؤيتك ليها ايه يا كابتن سيد؟ شفت الموضوع ازاي وبعدين شايف الموضوع ده ازاي والحوار ايه؟ عايزين نشرح للناس لان احنا ما بنحطش شماعات او ما بنعلقش حاجه على شماعه. انا مش مساله شماعه، الغريب جدا في رده كان مراسل اون سبورت معانا، كان معايا وانا بكلمه فبقول لي من فضلك سيبني اتكلم، انا شايف هو قال لي كده، يعني مراسل اون سبورت ممكن يتكلم ممكن يقول، هو مراسل اون سبورت كان معانا او كان جنبي في الكلام بيقول لك انا شايفها بس جاي من زميله. طيب ادونا بقى قانون جديد، هل القانون ده طلع في الفيفا واحنا ما نعرفش؟ هل القانون ده طلع لما تيجي من زميلك وضعك التشريحي بتاع ايدك مرفوع لفوق كده بالشكل ده ما تتحسبش؟ مش عارف هل هي بالشكل ده، هل كابتن احمد حمدي انتشر للدرجه دي يعني خلاص بضربات الجزاء ده؟ حتى البنالتي اللي اتحسب لنا في مباراه مصر المقصه اللي حسبه الحكم الخامس يعني كابتن عصام عبد الفتاح، يعني هتطلع تقول ايه؟ هتقول لنا ايه المره دي؟ هتطلع تقول مثلا ان احنا غلطنا احنا كمان في كلامنا ده؟ هتطلع تقول مثلا لا كان البنا يعني يقصد حاجه في قانون؟ طب قولوا لنا يعني عشان نبقى عارفين، يعني هل القانون ده جديد؟ فما اعترضش يعني لو القانون ده جديد ان بالشكل ده وما تتحسبش يعني خلاص ما فيش مشكله. مش عايز ادي شماعه كبيره جدا على التحكيم او اتكلم في مباريات في التحكيم وغيره وخلافه، لكن في مباراه كده يعني في مباراه كده يا جماعه خلاص، احنا اقل فرقه في الدوري جالها ضربات جزاء، هي ضربه جزاء واحده يعني ضربه جزاء واحده يعني ضربه جزاء على فرقه بحجم وقوه النادي الاهلي وهجوم النادي الاهلي المستمر، لنا ثلاث اربع ضربات جزاء في مباراه طلائع الجيش وحصل عليها هوجه، وكابتن احمد حمدي بيحكم مباراه مصر والاسماعيلي في الكاس، احنا ما عندناش مشكله مع كابتن احمد حمدي خالص، ممكن يغير موفق في اليوم ده ولا حاجه، لكن هل الموضوع انتشر بالشكل ده؟ هل الموضوع ان احنا كل مره هنفضل نتكلم على اخطاء تحكيميه وارده؟ طب وارده، طب إيه كلام البنا معايا ده مع يعني تفسيره ايه؟ هل الكلام لا تفسيره ايه؟ تفسيره لما يقول لي انا شايفها بس جايه من زميله، يعني ايه؟ مش انا اللي بقوله، مش هدعي عليه، انا مش هقول كدبه حاجه حصلت، يعني هو بيقول لي ممكن اتكلم دي جايه من زميله، مراسل اون سبورت كان معانا، خلاص اللي حصل حصل وانتهى يعني، لكن بيبقى ليك بس في عالم كرة القدم يعني الأمور التحكيمية جزء من اللعبة، لكن جزء صعب جدا على بني آدم ان هو يتحمله او على فريق ان هو يتحمله، يعني ملوش اي حلاوة وملوش اي متعة خالص، ده له جزء في صعوبة جدا، في صعوبة شديدة جدا جدا، في صعوبة شديدة جدا جدا، خلاص انتهى الامر. انا عارف اللي هيحصل ايه، هي هيطلع المحللين الكبار بتوعنا هيقول لك ضربه جزاء وهي دي ودي الحاجه بتاعت مش هتستفاد حاجه خلاص يعني. توفيق يا كابتن سيد، شكرا. كل الشكر طبعا والتقدير للكابتن سيد حفيظ مدير الكره للنادي الاهلي. اكيد النهارده بنقول هارد لك زي ما شفنا طبعا ضربه جزاء صحيحه للنادي الاهلي، لكن زي ما بنقول خلاص النادي الاهلي بيقفل هذه الصفحه، المباراه القادمه اكيد مباراه هامه، بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي واكيد مستمرين معاكم هنا من استاد غزل المحله.